طيب هو ايه اسم الاري دوت؟ الاكس نفسها هي ايه؟ هقول لك انا، لو انا جيت هنا وقلت سي اوت اكس بس، تمام؟ هنعمل قبلها اند لاين كده عشان ما فيش حاجه تشغلنا، ونعمل بعديها اند لاين ونلغي كل الاوامر الثانيه لان احنا مش محتاجينها. انا عاوز اعمل مالتي لاين كومنت، اعملها ازاي؟ ايوه ستار ستار، ايوه وستار سلاش. انا لغيت البرنامج كله، عرفت بس هنا. سوري دي مش من اول هنا. عرفت اتنين اري وقلت اطبع لي الاكس، الاكس بس. احنا الاول كنا بنتعامل مع الاليمنتس اكس اوف 0 اكس اوف 1. طب الاكس نفسها ايه هي الاكس دي؟ تفتكروا هي ايه؟ ايوه هو فعلا ادرس. طب تعالوا نشوف كده، نتاكد، نطبع كده ونشوف. سي اوت اند لاين اكس انجر ان اكس، تمام. هو ما سمحليش اعمل كده. طب ثواني، هنخلي ديت ستاتيك ونخليها اوف 0 اوف 2 ونديها قيمتين كده، واحد واثنين مثلا، ونقول له اطبع اكس. هو مش سامح بديت خالص. نعمل دي الواي اكس اوف 2 بالتالي كذا. طبع كام؟ طبع كام؟ ادرس. ايه بقى الحكايه دي؟ تاني، لو عرفت اري عاوز اتعامل مع، عرفت اري اوف 2 يبقى هي فيها كام اليمنت؟ 2. عاوز استخدم الاليمنت الاولاني اقول اكس اوف ايه؟ اوف 0. عاوز استخدم الاليمنت الثاني اقول اكس اوف ايه؟ اوف 1. طب عاوز، لو انا قلت بقى اكس بس، مين اكس ده؟ الاكس ده هو الادرس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاكس ده لوحده هو بوينتر على بدايه الاري. ايه ده؟ معنى كلامك ايه؟ هقول لك اهو. تعالى اوريك الاري في الميموري شكلها عامله ازاي. هوريك الاري في الميموري شكلها عامل ازاي. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الميموري هي عباره عن شريحه كبيره كده متقسمه لمجموعه من البايتس. او مجموعه من البلوكس، يعني بلاش نقول بايتس عشان هناخد البلوك دوت مساحته انجر دلوقتي، اكن مساحته انجر عشان ايه؟ ما نوجعش دماغنا. تمام؟ ده وده. اقول لك خليها كده. تمام؟ وكنا هنعمل هنا نقط كده تدل اللي فيه اكن في عناصر تانية، صح؟ ونقط هنا اكن في عناصر تانية، وطبعا في عناصر بالطول كده. تمام؟ تمام.
المكان دوت الرو دوت هنسميه ايه؟ زيرو. والرو دوت هنسميه كام؟ واحد. والكولوم دوت هنسميه زيرو، وده واحد، وده اتنين، ودوت مثلا هيبقى ايه؟ اتنين، واحد، تلاتة، مش عارف، خمسة، اتنين، اربعة، تمام؟ هنسميه كده. لما بعرف فاريبل، مثلا ده عرفت فاريبل اكس، دوت اكس، يبقى ده الادرس بتاعه ايه؟ زيرو زيرو. طيب لو عرفت الفاريبل ده واي، عرفته هنا، الادرس بتاعه ايه؟ طب عرفت الزد هنا، الادرس بتاعه مين؟ واحد ايه اتنين تلاتة واحد خمسة، صح؟ انما لو عرفت array بقى، لو عرفت array معناها اللي انا بعرف بدايتها بس، يعني اسمها معناه ايه؟ يعني انا لو مثلا عرفت الاري وهي بدات من هنا، يبقى الاكس دي بكام؟ 0 1. يبقى اسم الاري هو بوينتر على اول مكانها، اول مكان عندها. حلو الكلام ده؟ تمام. ولو قلت بقى الاري ديت اوف 4، معناها يحجز لي مكان بعديها اربع او اربع اماكن بعديها. خلينا نبدا من هنا، الاري بدات من هنا، يبقى الاكس ب 0 0 واحجز لي 4، يبقى هياخد دي ودي وواحد بعديها. يبقى اسمها هو الادرس بتاع اول مكان، والمساحه بتاعتها هتحجز اربع اماكن جنبيها، صح؟ طيب الادرس ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن الادرس القديم زائد واحد. والادرس ده عباره عن ايه؟ الادرس القديم زائد اتنين، وهكذا. هي دي التعريف الاري. يبقى لما بتعرف اري انت بتحط بوينتر على اول مكان فيها بس، ولما بتقول السايز بتاعها اربعه معناها بتحجز ايه؟ اربع اماكن حسب النوع بقى. يعني لو هو النوع انجر يبقى هيحجز اربع اماكن، كل مكان منهم قد ايه؟ اربعه. لو النوع دبل، وانا قلت دبل اكس اوف اربعه، يبقى اكس هي ايه؟ الادرس بتاع اول مكان، والاربعه دول معناها ايه؟ يحجز اربع اماكن بعديها. المكان الواحد فيهم مساحته قد ايه؟ 8. وضحت؟ تمام. ده الكلام بتاعك ده عاوز تقول لنا ايه؟ عاوز اقول لك ان انا ممكن اكتب الاري بصيغه ثانيه خالص. ممكن اكتب الاري بصيغه ثانيه خالص، ازاي الكلام ده؟ اهو هاجي هنا، وبدل ما اقول له انا دلوقتي عرفت اكس اوف 2، صح؟ لو انا قلت بقى بوينتر اكس، تفتكروا هيطبع ايه بقى؟ طب تعالوا نحط القيم اللي انا عرفتها. انا عرفت دلوقتي array اوف 2، صح؟ اهي دوت حطيت في الاولاني قيمه، خليها بقى قيم كبيره عشان ايه؟ يعني انا ما تزغللش، وخلي ديت 23، وديت خليها كام؟ 8، ودي 23. انا عرفت array فيها عنصرين، شكلها ازاي في الميموري؟ اهو array بتبدا من فيها عنصرين، المكان الاولاني 8 والمكان الثاني 23. لو انا قلت اكس بس هيطبع ايه؟ هيطبع 0 0. طب لو انا قلت استريك اكس، استريك اكس معناها ايه؟ معناها قيمه. يعني القيمه اللي في ايه؟ اللي في الادرس الاولاني، يبقى هيطبع كام؟ هيطبع 8. تعالوا نتاكد. طبع كام؟ 8. طب عاوز اطبع القيمة اللي بعديها، معناها الادرس زائد ايه؟ الادرس تاني، اهو في الرسمة. عاوز اطبع القيمة دي، قلت البوينتر على اكس، عاوز اطبع القيمة دي،
البوينتر على اكس زائد واحد، يعني اعملها ازاي؟ اهي لو قلت كده زائد واحد بالشكل دوت، سوري، وقلت اطبع، طبع كام؟ 23. يبقى اسم البوينت، اسم الاري ما هو الا ايه؟ اللي هو بوينتر على اول مكان في الاري. يبقى اسم الاري هو بوينتر على اول مكان في الاري. تمام. عاوزين نجيب العناصر، بما ان عندنا ادرس عاوزين نجيب منه عنصر، يبقى لازم نحط له ايه؟ ستار. تمام. اول عنصر هو ستار على اسم الاري، ثاني عنصر هو ستار على اسم الاري زائد واحد، ثالث عنصر هو اسم ستار على اسم الاري زائد ايه؟ 2، وهكذا. يبقى الاري دلوقتي نقدر نكتبها بشكلين مش بشكل واحد، لكن الشكل بتاع البوينتر ده مش ظريف، اكتبها بالشكل بتاع الاندكس العادي خالص. وضحت كده؟ اخر حاجه في البدايه خالص كان عندنا ايرور، صح؟ اكس اوف 4، شيل ديت وارجع تاني، اكس اوف 4 او هنا بقى اكس اوف 3. الاري ديت فيها كام عنصر؟ او سوري، 2. يبقى اسم الاولاني ايه؟ اللي هو اكس اوف 0 وقيمته ب 8، واسم الثاني اكس اوف 1 وقيمته 23. اكس اوف 2 ينفع؟ اكس اوف 3 ينفع؟ اكس اوف 4 ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. طب هو بيعديها ليه؟ تعالوا كده نرن ونشوف. هو طبع كام؟ هو طبع كام؟ رقم، طبع رقم، طبع رقم. الرقم ده ايه؟ عشوائي كده، احنا حطيناه ده؟ الرقم ده احنا حطيناه قبل كده؟ لا. طب تفتكر هو عمل ايه؟ هو احنا مش قلنا اسم الاري عباره عن ايه؟ عن ادرس، واربعه دي معناها ايه؟ طب تيجي نكتبها بطريقه ثانيه؟ عاوزين نكتب الكلمه دي، الشكل اللي انتوا شايفينه ده، عاوزين نكتبه بطريقه ثانيه، نكتب ايه؟ اكتب ايه؟ استرسك اكس على اكس زائد، زائد كام؟ 4. لا انا عاوز اكتب نفس الشكل، سوري، زائد 3. انا عاوز اكتب نفس الشكل ده. مش هي دي بتساوي دي بالظبط؟ معناها ايه؟ الاكس هو الايه؟ الادرس بتاع الاري، وزودنا على الادرس ايه؟ 3. يبقى راح للمكان اللي الادرس بتاعه اكس زائد 3 وجاب القيمه اللي جواه وخلاص، عشان كده ما اداش ايرور. هو فعلا القيمه دي من تاليفه، احنا ما حطيناهاش، لكن هو مشاها، لان اكس نفسها احنا عارفين الادرس بتاعه، احنا اللي معرفينه، وهو كل اللي عمله اللي هو زود عليها ايه؟ 3، راح للمكان اللي بعديها. يعني لو الاكس هنا، لو الاكس هنا 0 0 اللي هو المكان ده، راح للمكان اللي اسمه ده اكس زائد 1 وده اكس زائد 2، وهنتخيل النقط دي مش موجوده، وده اكس زائد كام؟ اكس زائد 3. راح للمكان ده والله اعلم كان فيه قيم عامله ازاي، وراح جابها لنا وخلاص. وضحت؟ عشان كده ما اداش كده. النهارده احنا اخذنا الاري واتعاملنا معاها، وعرفنا ندخل القيم من اليوزر، وعرفنا ندخل السايز دايناميك او في الران تايم، وعرفنا حقيقه الاري ما هي الادرس، وعرفنا ايه القصه بتاع الايرور اللي ما اديناش عليه ايرور ده. وضحت؟ بس طبعا ما تستخدمش حاجه زي كده. ليه؟ لان افرض الاري ديت هو حاجزها لك في اخر الميموري، كان اخر مكان في الميموري، هي دي مثلا، هنتخيل اللي ده اخر مكان في الميموري، تمام؟ لو قلنا اكس زائد 3 فين بقى بعد كده؟ لو في مكان في الميموري هيجيبه لك، لو مفيش مكان الميموري خلصت هيديك ساعتها ايرور، او هتلاقي البرنامج عمل شوت داون كده، تمام، قفل، اللي هو بيسموها اوت اوف ايه؟ اوف ميموري، اوت اوف ميموري. عشان كده ما تستخدمش عنصر مش ضمن الاري اللي انت عرفتها. وضحت؟ هو مش هيديك ايرور، لكن ممكن في الران تايم يديك ايرور.
وضحت كده؟ بسم الله. دلوقتي احنا اخدنا جمع اتنين فيكتورز وقدرنا نعمل لهم ريبريزنتيشن بالاري. طب والماتريكس؟ الماتريكس هنعمل ايه؟ نقدر نعرف ماتريكس. هي الماتريكس بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن مربع كده فيه ايه؟ يعني زي كده مثلا. مثلا دي واحد ودي اتنين ودي تلاته ودي اربعه. لو فرضنا دي ماتريكس، الماتريكس دي السايز بتاعها كام في كام؟ اتنين في اتنين، صح؟ يعني فيها كام إليمنت؟ فيها أربعة إليمنت. تمام كده، فيها أربعة إليمنت. ينفع عندي طريقة أعرف الماتريكس ديت أعمل لها ريبريزنتيشن في السي زي ما عملت الفيكتور؟ ينفع أعمل كده؟ ينفع. إزاي؟ هقول لك بمنتهى البساطة هنا. أنت عشان تعرف فيكتور عملت إيه؟ انتجر إكس أوف 2، صح؟ طب عاوز تعرف ماتريكس؟ أهي تروح عامل كده. هي الماتريكس دي السايز بتاعها كام؟ 2 في 2؟ يبقى 2 في 2. دي بيسموها 2 دايمنشن اري. تمام؟ أو اري 2 دايمنشنز. ديت اري 2 دايمنشنز. تمام، إزاي أعرف أعمل initialization للأري ديت؟ أهي، الأري ديت لو عاوز أعمل لها initialization static هروح جاي هنا وعامل قوسين، القوسين دول بتوع الماتريكس كلها، لكن الماتريكس دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الصفوف، صح؟ أول صف فيها قيمه بكام؟ واحد واثنين. أول صف فيها واحد واثنين، يبقى نحط هنا كام؟ واحد واثنين. طب تاني صف فيها تلاتة وأربعة، أحطها إزاي؟ تلاتة وأربعة. تمام كده؟ ونعمل كومنت على دي. ونعمل كومنت على دي ونشوف هو الكلام دوت هيطلع صح ولا لا. فعلا ما ادانيش ايرور. يبقى اكني عملت ايه؟ عاوز اعرف ماتريكس اعمل لها 2 اندكس. عاوز اعرف ماتريكس اعمل لها 2 اندكس. طب لو عاوز اعمل لها انيشاليزيشن اديها قيم في الكود. هعمل قوس كبير واكتب بقى اقواس جواها لكل صف. الصف الاولاني قوس وبعد كده فاصله، الصف الثاني في قوس ثاني فاصله، الصف الثالث وهكذا. وضحت يا شباب؟ كده انا عرفت ايه؟ ماتريكس. طيب بما انك كنت بتعرف الفيكتور وبتاخد قيمه ستاتيك وهنا عرفت الماتريكس واخدت قيمه ستاتيك، طب ينفع تحدد تاخد القيم دي في الران تايم؟ ينفع. اعمل الكلام ده ازاي؟ بص معايا. أول إليمنت دوت الأدرس بكام؟ 0 0. يبقى الإندكس الأولاني 0 والإندكس الثاني 0. وهنا 0 1، يبقى ده 0 وده 1. طب وهنا 1 0 وهنا 1 1. يبقى مرة على الصف الأولاني بنثبت الإندكس الأولاني ونغير الإيه؟ الإندكس الثاني، يعني الأولاني هنا 0 0 0 0 وبعد كده 0 1. يعني ثبتنا ده بزيرو وبعد كده ايه؟ ده بقى بواحد. يبقى كده مشينا على ايه؟ على صف. طب الصف الثاني 1 0 وبعد كده 1 1. يبقى احنا عندنا كام اندكس بيتغيروا؟ 2 اندكس مش واحد بس. طب لما كان عندنا اندكس واحد بنغيره كنا بنعمله جوه ايه؟ اهو لما كنا بنعرف فيكتور عاوزين ناخد القيم في الران تايم كنا بنعمل ايه؟ نشيل الكومنت ده عشان الدنيا ضلمه خالص.
كنا بنكتب اكس اوف اي والاي دي بتتغير صح؟ دلوقتي عندنا ايه؟ اتنين اندكس مش اندكس واحد. يعني هنا عاوزين العنصر الاولاني اكس اوف 0، اكس اوف 1، اكس اوف 2، اكس اوف 3. طب دلوقتي احنا عندنا اكس اوف 0 0، اكس اوف 0 1، اكس اوف 0 2، او هنا لغايه واحد بس، اكس اوف 0 1، وبعد كده اكس اوف 1 0، اكس اوف 1 1. تمام؟ طب لو هي 3 في 3؟ اكس اوف 0 0، اكس اوف 0 1، اكس اوف 0 2، وبعد كده الصف الثاني اكس اوف 1 0، اكس اوف 1 1، اكس اوف 1 2. الله ينور عليك. تمام؟ لما احنا كنا عاوزين نغير القيم بتاعت اندكس واحد كنا بنعمل لوب. لو انت عاوز تغير القيم بتوع اتنين اندكس هتعمل ايه؟ هتعمل اتنين لوب اهو بالشكل دوت كده. هنقول له فور انجر جي هيساوي زيرو وجي اقل من 3. هنا دي هنعملها 3 ودي هنعملها 3 وهنمسح دي او نعمل كومنت عليها. اهو هنيجي كده وديت الجي بلس بلس. بس في غلطة في الكود دوت، في غلطة في الكود دوت. ايه هي الغلطة؟ ديت طبعا هنعملها سي ان للاي والجي. ايه هي الغلطة بقى اللي في الكود ده؟ احنا عرفنا الجي فين؟ جوه اللوب صح؟ هي بالنسبة للوب الجوانية هي مش جواها، بس بالنسبة للوب البرانية هي جواها. فاحنا كده عرفنا فاريبل ايه كذا مرة. كل مرة اللوب دي هتدخل هيتعرف الفاريبل دوت صح؟ يبقى لازم الجي ديت ما ينفعش نكتبها هنا. فاحنا نريح نفسنا خالص، ولو كنا بنكتب اكتر من لوب جوا بعض نعرف الاندكس بتاعتهم او الكاونتر بتاعهم بره وخلاص. تمام؟ ونمسح بقى الانجر دي ونمسح الايه؟ الانجر دي. طب الدنيا دي بتشتغل ازاي؟ الكلام ده بيشتغل ازاي؟ بص معايا. هندخل على اللوبه الاولانيه. الاي بي كام؟ زيرو. زيرو اقل من 3؟ يبقى كده اللوبه دي هتسمح لي اعدي منها صح؟ هتسمح لي ادخل اللي جواها. مين اللي جواها؟ الامر اللي جواها هو نفسه لوب. فيها ايه؟ الجي بكام؟ زيرو. الزيرو اقل من 3؟ اقل من 3 يبقى هتسمح لي اعدي منها. هدخل هنا. سي ان ايه بقى؟ اكس اوف ايه؟ الاي احنا قلنا بكام؟ احنا قلنا بزيرو. والجي بكام؟ بزيرو. صح؟ يبقى هندخل اكس اوف زيرو زيرو. وبعد كده خلصنا الامر ده هنرجع نلف في اللوب تاني صح؟ الجي بقت بكام؟ بقت بواحد. الاي اتغيرت؟ احنا لسه جوه اللوب دي. احنا جوه اللوب دي دلوقتي. الاي كانت بزيرو والجي كانت بزيرو بس خلصنا الامر وطلعنا من اول اللوب دي تاني. الجي بقت بكام؟ بقت بواحد. يبقى اكس اوف ايه؟ زيرو واحد. تمام؟ خلصنا ديت. هنطلع هنا تاني. الجي بقت بكام؟ باتنين. اتنين اقل من 3؟ اتنين اقل من 3. هندخل هنا تاني. زيرو واتنين. وهنخلص الامر ده. الجي بقت بكام؟ بتلاتة. 3 اقل من 3؟ لا. يبقى مش هندخل ايه؟ جوه اللوب دي تاني. كده خلصنا اللوب دي. هيحصل ايه بعد ما نخلصها؟ هنطلع للوب الكبيره. الاي بقت بكام؟ بواحد. واحد اقل من 3؟ واحد اقل من 3. هندخل هنا. هنبدا الجي منين بقى؟ الجي بقت بكام بقى؟ رجعت بزيرو تاني. وهكذا اكننا بنمشي عليهم صف صف. اكن اللوب الاولانيه اللي هي البرانيه ديت
بتمشي على الماتريكس صف، واللوب الجوانية بتمشي عليهم ايه؟ كولومز. تمام؟ يعني اللوب الاولانية في الرسمة هتمسك الصف ده اهي، هنثبت زيرو وبعد كده نمشي كولوم، مرة الجي مرة بزيرو مرة بواحد مرة باثنين. خلصنا؟ هنطلع من اللوب الجوانية ونطلع للوب البرانية، الاي بقت بكام؟ بواحد، وبعد كده الجي بزيرو واحد واثنين، وبعد كده نطلع تاني وهكذا. فهمتوا ليه عملنا اتنين لوب؟ عشان نمشي على اتنين اكس. تمام؟ هنعمل الكلام دوت بقى بالنسبة، هنعمل الكلام دوت مرتين. عاوزين نجمعهم، عاوزين نجمعهم، هنروح عاملين كده ونقول سي اوت لمين بقى؟ اكس اوف اي زائد واي اوف اي وجي. تمام؟ نشوف كده. طبعا ديت نصلحها. واي اوف 3 و 3 ونشغلها كده ونشوف. طبعا احنا هنا مش عاوزين السطر ده، نلغيه كمان. ممكن نقول له ماشي، ممكن نقول له سي اوت هنا، سي اوت انتر، ماتريكس اكس، وديت مساحتها 3 في 3 تمام. وديت واي 3 في 3 ونرن كده ونشوف ايه. انا هنا دخلت ال انا اسف، انا اسف، معلش هنعمل دي تاني. هندخل الماتريكس الأولانية، هي عبارة عن 3 في 3 يعني 3 صفوف. هندخل الصف الأولاني يبقى 1 و 2 و 3 1 و 2 و 3 1 و 2 و 3 والثانية سالب 1 وسالب 2 وسالب 3 وسالب 1 سالب 2 وسالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3. طلعت بكام؟ بصفار صح؟ بس الاصفار طلعوا عاملين ازاي؟ ده شكل ماتريكس، ده شكلها رخم قوي، عاوزين نخليها تطلع على هيئه شكل ماتريكس. طيب احنا قلنا اللوب الاولانيه بتاعه الطباعه دي، احنا عشان نطبع الماتريكس ديت كنا عاملين لوب ولوب وبنطبع العناصر صح؟ احنا قلنا اللوب الاولانيه بتحدد الايه؟ الصف، واللوب الثانيه القيم اللي في الصف ده اللي هي الاعمده بتاعته صح؟ طيب ما هنيجي هنا نعمل كده، عاوزين نكتب امر كمان بقى. اللوب دي احنا عرفنا اللي هي جوه اللوب دي، فممكن نعمل قوس كده. القوس دوت بتاع اللوب الاولانيه صح؟ اللوب الاولانيه احنا بعد ما بنطبع الصف، بعد ما بنطبع الصف عاوزين نعمل ايه؟ ننزل سطر، يبقى نعمل سي اوت ايه؟ اند لاين. يبقى الحاجات دي انا اللي بألفها، انا فاهم اللوبز دي ماشيه ازاي، واضح كده؟ طيب اعمل رن. تمام، اعملها 1 2 3 1 2 3
واحد اثنين ثلاثة، وديت برضو هعملها واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. طلعوا كام؟ اثنين أربعة ستة. بس في حاجة لسه بايخة، إيه اللي حاصل؟ الكولومز لازقين في بعض. طب نخليها بشكل أحلى؟ آه، ممكن نعملها إزاي؟ ممكن هنا بعد ما نطبع العنصر هنقول باك سلاش تي بتعمل ايه؟ بتعمل تاب، اللي هي ممكن تكون هنا عادة باربعة سبيسز. تمام كده؟ اكني عملت اربعة سبيسز ورا بعض. تمام، نرن ونشوف. واحد اتنين تلاتة. انا ليه بكتب واحد اتنين تلاتة؟ بكتب ارقام صغيرة عشان تبقى واضحة بس ايه وانتوا بتشوفوا الناتج. طلعت بشكل ماتريكس جميل. وضحت كده؟ يبقى الشكل بتاع الماتريكس ده انا اللي حددته، انا اللي عملته. تمام؟ النهارده اخذنا الاري وعرفنا حقيقه الاري اللي هي بوينتر، وعرفنا بعد كده حاجه اسمها تو دايمنشن اري، وديت لازمتها اللي انا بكتب بعمل بيها الايه؟ الماتريكس مثلا. وضحت؟ وعملنا اكزامبل بتاع ايه؟ جمع اثنين ماتريكس. جمع اثنين ماتريكس.